خلونا نروح لتقرير عن مهنة التراثية وصناعة السجاد، ودي واحدة من الصناعات المهمة جدا اللي عندنا بالمناسبة. وفي عندنا بلاد وقرى مشهورة بصناعة السجاد اليدوي، بس عشان تبقى برضو عارف، والسجاد معمول من الحرير الطبيعي وحدود. أقول إيه؟ واحد زمان زار قرية من القرى المشهورة بصناعة السجاد اليدوي، وكان السجاد اليدوي الحرير بتاعها ده ليه سمعة عالمية يعني. يشوف الأنوال بتاعت الناس والصوابع اللي مش تتلف في حرير، دي تتلف في ذهب وألماظ. يسألهم سؤال غريب جدا، والله وانتوا بقى عاملين ملفات ضريبية؟ هتيجي تقول يا يوسف ما لازم الأدم اللي بيكسب يدفع الضرايب. طبعا مش مختلفين على الإطلاق، بس السؤال هو اللي ورا السؤال يعني، أو تعجبي ماذا وراء السؤال. تخيل كان إيه اللي ورا السؤال؟ أدي لك الإجابة، ده من كام سنة يعني، زمان ولا حاجة. قفل مشاغل السجاد، قفل أنوال السجاد، عارف ليه؟ عشان هتعمل لهم تقديرات ضريبية قد كده عن السنين الماضية. لم يلتفت إلى إن هؤلاء الناس دخلوا عملة صعبة حلوة للبلد، ولم يلتفت إن هؤلاء الناس عملوا صناعة من اللاشيء بالأنوال اليدوي، وعملوا سمعة وصيت واسم حلو كده، فيوقع عليهم ضرائب بما فات بما قبل. وكادت أن تندثر هذه الصناعة في هذه القرية من محافظة المنوفية على سبيل المثال للحصر. طب كنت شجعهم على إن هم يفتحوا ملفات وبطاقات ضريبية، وشجعهم وحفز الصناعة بتاعتهم، وبقى حصل يا سيدي الضرائب باللي جاي. لكن تقفل بيوت الناس؟ واحد، شوفوا التقرير وبعدين فاصل وفكروا ياه الفرق ما بين زمان ودلوقتي. خليكم معانا. بنشتغلوا الصوب بانواعه طبيعي ومسبوق، وبنشتغلوا برضو خامه القطن برضو بانواعه مسبوق وعادي، وبنشتغلوا الكتان كمان بواقي اللي هو القماش اللي بيطلع من المصانع بنعمله حتت صغيره بتتفرش في العربيات وتتفرش على الكنب في المنازل. المهنه دي اندثرت راحت، ايه اللي رايحها ضيعها كده؟ العائد المادي اللي بيجي من الشغله دي ما عادش يكفي. الصناعي النهارده عايزه مش اقل من 150 جنيه 100 جنيه عشان 200 جنيه عشان يعيش. النهارده لو اشتغل ب 50 جنيه يبقى كرامه، ما ينفعش. وانت بتقول عليا ده ايده بتتلف في حريق، انا عايز يبقى في حد يدعمني ان انا يوجد لي مكان الم الناشئ ده هو وهدربه صح، بحيث ان المنتج اللي هيطلع من تحت ايده يتباع ما يضحش. تعلمت الشغلة دي وأنا عندي حوالي عن 12 سنة. هو كان صعب وما فيش إلا هي، فيش مهنة قدام منك إلا غير هي، خدت بالك؟ وكان الأهل بقى يعني ما فيش يعني عشان يلموا العيال من الشوارع، ما يروحوش يلعبوا في الشارع وعاد من دي، يشغلوا هم لسه صغيرين، يطلعوا من المدارس مثلا هم لسه صغيرين كده اهوت، الوقت الفاضي بتاعه يشتغل في الـ كانوا يقولوا عليها الجاعة، ما كانوش يقولوا على المصري. كنا من ابتدائي بقى كنا بنعمل لهم قرار ومواصير وحاجات من دي. لما بقى عندنا حوالي 12 13 سنه 14 سنه نزلنا بقى اساسيين في قلب النور. ده احنا كنت بشتغل يعمل زي الصوف والكتاء، وكان في حاجه اسمها خيش ومنضاف على يعني على حرير. دلوقتي بقى انا كنت بقى صوف وقطن وكتاء. في رسم ممكن تاخده في ايدك يوم، ممكن تاخده في رسم تاخده في ايدك يومين، في رسمه تاخده في ايدك اسبوع، في رسمه تاخده في ايدك شهر، حسب الشغل والرسمه والامكانيات بتاعتك وسرعة إيدك.
انا طلعت لجات ابهاتي واجدادي بيشتغلوا الشغله دي. انا اشتغلت فيها وانا في سنه ثانيه ابتدائي، بقيت عامل صبي بساعد اخواتي وابهاتي في الشغله دي. فبدات سنه في سنه حبيت الشغل، فكان في فتره بينزلوا يتغدوا وانزل العب في النيل لوحدي كده، اشتغل غلط اشتغل صح عبال انا حبيب، لحد ما بقوا يضربوني وفضلت متمرس في القصه دي لان ما شدتش حيل، لان الشغل ده شغل بدنيه لابعد مستوى، عايزه بدني عالي جدا جدا، لان ايديك ورجليك وعينيك وذهنك حضرتك وانت واقف، حضرتك انت مصور صوره وعايز تبعتها لنا تتنفس تتنفس بملامحك بوضعك العالي ده. في كتالوج بتنزل في الاماكن بننزلوا نشوفوها، حته مدينه زي بلد زي مدينه الحرانيه دي بوضعها بشكلها العام كده بناخده ننفذه. بالنسبة لصناعة السجاد هي من حوالي سنة 1821 أو فيما قبل كده كمان، هي مهنة طبعا إن شاء الله تبقى قلعة من قلاع الصناعة في الشرق الأوسط كله، وهنا الناس أصحاب مهنة من زمان وولاد البلد، وإحنا إيدينا في إيديهم طول ما إحنا موجودين إن شاء الله. التسويق طبعا حضرتك ده شيء مهم جدا، وإن شاء الله إحنا بنحاول جاهدين أي معرض في أي من أنحاء الجمهورية كلها نحاول نشترك فيه بإذن الله، أو نحاول إن هم يشتركوا فيه طبعا، إن هم أولاد البلد وهم أصحاب المهنة نفسها يعني، ويكون إن شاء الله عائد عليهم بالخير بإذن الله.